بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. من ساعة لما بدأنا في لغة السي واحنا شغالين أكوادنا كلها جوه الدالة الأشهر المين، ما عملناش حاجة تاني. فمن أول دلوقتي اعتبر إن الموضوع مهم جدا وركز قوي. أنا بعمل إيه؟ بدخل جوه المين وأكتب أكواد. الأكواد دي الغرض منها تعمل عمليات محددة، ولكن أكوادي كلها هتبقى جوه المين، فاحنا عاوزين نتعلم ازاي نعمل دوال. ايه هي الدوال دي؟ الدوال دي انت اول حاجة عملتها في لغة السي اللي هي المين. المين دي دالة، انت لما كتبت مين وعملت قوسين ورحت عامل بلوك اوف كود للمين، دي دالة. بس دي علشان الدالة الاساسية المعروفة. فايه اللي حصل؟ زي ما انت ما شايف كده بنائها بالطريقة دي. اما انا لو جيت طلعت فوق المين كده، فوق المين، ودوست انتر وجيت هنا فوق المين، رحت عامل دالة اسمها مثلا فانك 1 وعملت قوسين زي المين ورحت عامل بلوك اوف كود جواها. بص، هو مش راضي يخليني ايه، مش راضي يخليني اعمل الدالة. لكن لما عملت له مين بنفس الطريقة قبلها في لغة السي، لان المين معروفة، المين كده كده هتشتغل مع بداية تشغيل البرنامج. واكترية الناس اللي بتشرح سي وسي بلس بلس سواء في الفيديوهات او في الكتب بييجوا كده يعملوا لك هنا ايه، انت مسافة مين، وفي الاخر خالص يعمل ايه، ريتيرن زيرو. واخد بالك ازاي؟ فهنا ريتيرن زيرو دي عشان يتأكد ان البرنامج اتنفذ صح للنهاية، فعشان كده بيعمل ايه، انت المين. فانت هتفهم بقى موضوع انت المين، وهتفهم الفانكشنز بفضل الله. بس ركز معايا قوي. في البداية انا هعمل دالة. اعمل الدالة ازاي؟ اسأل نفسك سؤال قبل ما تعمل الدالة. الدالة دي انت عايزها تعمل ايه؟ هترد عليا مثلا وتقول لي انا عايزها تعمل عملية محددة. انا اسألك اقول لك بس، هتقول لي تقصد ايه يعني؟ هقول لك بس يعني انت عايزها تعمل العملية المحددة دي وبس، ما تعملش حاجة تاني؟ قلت لي اه، يعني على حد فهمي اه. قلت لك ماشي خلاص، يبقى تعمل فويد. تبدأ بقى هنا تفهم الفويد صح. في الفويد دي معناها ايه؟ معناها ان انا هعمل دالة فويد. يعني ايه دالة فويد؟ يعني دالة تشتغل وخلاص. كمان شوية هتفهم يعني ايه تشتغل وخلاص. ما انت لما بتكون المفاهيم جنب بعض فهمك بيزيد بفضل الله. فانا هقول له فويد فانك 1، سميتها كده، سميتها فانك 1. سميها زي ما بتسمي المتغيرات، نفس القواعد. يعني ما تجيش تسميها ايه 2 فانك 1، لا، ما تبدأهاش برقم الى اخره، خلاص الى اخر قواعد المسميات. طيب فانك 1 ورحت عامل ايه، قوسين، ورحت عامل بلوك اوف كود ليها، قبل مني ان انا اعملها اهو. بص، قبل مني، قلت له فايت، يعني شغلها. هتشتغل مش هتعمل حاجة، هتشتغل وخلاص. فويد، تشتغل وخلاص، ماشي. جواها بقى الدالة دي هتعمل ايه؟ اكتب اكواد يتم تنفيذها عندما يتم النداء على هذه الدالة. يعني انا دلوقتي لو دخلت جوه الفانك 1 دي وكتبت برنت اف ورحت كاتب ايه، هلو بالمنظر ده كده، هلو فانكشن 1، هلو ايه، فانكشن 1، ورحت نازل سطر وعملت سيمي كولون، دي اكواد ولا مش اكواد؟ اكواد. طيب لو انا شغلت البرنامج دلوقتي هيحصل حاجه ولا اي حاجه؟ ليه؟ انت كاتب الاكواد في حته منعزله بعيده عن المين اصلا. انت عملت داله اسمها فانك 1، والداله دي بتطبع كلمه هلو فانكشن 1 وبتنزل سطر، ولكن انت لم تقوم بالنداء على هذه الداله، فطبيعي انها مش هتشتغل غير لما انت تنادي عليها. فخد بالك بقى ان انت بطريقه الدوال دي بتنظم الكود، بتختصر الكود، بتفكر في الكود،
بتعمل عمليات رائعة، بل فوق الرائعة، أكثر من رائعة مع الدوال. خلاص، فهنا احنا دلوقتي عملنا فانك 1، وكده كده اللي بيشتغل مع بداية تشغيل البرنامج هي الدالة مين، والدالة مين انا لم انادي على الفانكشن 1، بنادي عليها ازاي؟ بتندى عليها، تكتب اسمها كده فانك 1 وتعمل القوسين بتوعها وسيمي كولون، كده انت ناديت عليها خلاص، كده انت نادهت عليها. يعني شايف حتى المناداة على الدالة سهلة جدا، واخد بالك ازاي؟ سهلة جدا. اعمل بقى اف 5 هيروح طبع لك هلو فانكشن 1 اهي، لان انت ندهت عليه. اعمل بقى دالة واتنين وتلاتة، اعمل اللي انت عايزه بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة. طب هل انا ينفع اعمل تحت المين دوال؟ اه ينفع، بس ركز معايا، ركز ركز للنهاية، الله يبارك لك، الاستعجال مش حلو، ركز. ادي يا عم فويد فانك 2، فانك مين 2، وادي القوسين وادي البلوك اوف كود، وهاجي هنا جوه الفانك 2 دي واعمل برنت اف، وهقول لك ايه؟ هلو فانكشن 2، وانزل سطر وادي ايه؟ سيمي كول. عملتها؟ اه بنجاح. اه مفيش اعتراض يعني؟ يعني لو شغلت مش هيحصل ايرور؟ لا يا عم مش هيحصل ايرور. ايرور ليه؟ يعني ينفع اشتغل بيها جوه المين؟ اه اكتب بقى فانك 2 وقوسين وسيمي كولون وشغل وبص. ما ينفعش ليه؟ لان انت بتنادي عليها قبل الاعلان عنها. انت تم الاعلان عنها فين او تعرفها او تظبطها فين؟ هنا تحت المين، وراح تندى عليها في المين. طب ما انت عرفتها بعد المين، لكن فانك 1 عشان عرفتها فوق المين قبلت معاك. عرفت؟ خدت بالك ازاي؟ ايه ده؟ يعني ما فيش طريقة ان انا اكتب اي دوال تحت اصلا. ساعات عايز انظم، يعني ساعات ببقى عايز مش يعني مش عارف اعمل الدالة دي في ايه، ولا اعملها امتى، وعايز اعملها بعد المين، ينفع؟ هو في طريقة بقى. ايه هي؟ بص ركز معايا، تخيل معايا بس، انا هاخد الكود ده معلش كات، مع ان ممكن اقول لك من غير ما اخده كات، بس انا هاخده كات متعمد عشان احاول اسسك صح. دالة زي كده لما تيجي تعملها تجهزها الأول فوق المين. تجهزها ازاي؟ انت هتعملها فويد، يعني تشتغل وخلاص. ماشي، اكتب فويد واكتب اسمها فانك 2 واعمل أقواس بالمنظر ده كده، واعمل سيمي كولون كده. انت عملت ايه؟ جهزت الدالة. جهزت مين؟ الدالة. طب انا لسه واخد الكود كات معايا بتاعها، لو انا شغلتها ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ما ينفعش، انت جهزتها فقط. ماشي، هو مش عامل لك ايرور هنا قدامك، لان انت خلاص هي موجوده، بس انت موجوده فين؟ طب لو انا عملت لها قوسين فاضيين كده وشغلت، مش هيعمل مشكله، بس انت مش كاتب فيها حاجه كده. شيل القوسين دول، انت كده مجهزها. كده انت عملت ايه؟ ركز معايا، انت كده مجهزها، يعني بتقول للبرنامج بتاعك خد بالك يا برنامج انا هعمل فيه ما بعد، ده اللي اسمها فانك 2، وعايز يكون بدايه بنائها هنا، لكن انا لسه ما بنتهاش. فين البناء بتاعها يا عمي؟ اللي انا خدته من شويه كات واهو بست. عرفت ليه انا خدته كات وبست؟ مع اني كنت ممكن ماخدوش، لكن انا عملت كده عشان اعلمك بفضل الله انك قبل ما تبني الداله تحت او في اي مكان عامه تعمل تعريفها الاول. نظام، نظام في الشغل كده بقى. لو انت اشتغلت دلوقتي هيطبع لك هلو فانكشن 2 اهو، مع ان دي في حته ودي في حته، بس في اساس بتشتغل انت عليه. خدت بالك ازاي؟ في اساس بتشتغل عليه وبتتقوم عليه بفضل الله، فتركز قوي في الموضوع ده. تمام، طب لغايه هنا زي الفل. وبعدين خلاص كده الدوال؟ لا طبعا خلاص مين ده، دي كده بداية الدوال. خد بالك دي كده ايه؟ بداية الشغل في الفانكشنز. الدالة اللي احنا عملناها دي نوع من انواع الدالة، نوع من انواع الدالة. خلاص، النوع ده ايه نظامه؟ النوع ده دالة بعملها فيها اجراءات معينة، مجرد ما بنادي عليها الاجراءات دي بتتنفذ وخلاص،
ما بتعملش حاجة تاني، ما بترجعليش بحاجة، ما بتفيدنيش بحاجة غير إن هي بتنفذ اللي جواها وخلاص على كده وبس. عرفت الفكرة فين؟ طيب بفضل الله لغاية هنا ممتاز أوي. أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ طب هل ينفع أجي كده وآخد نسخة مثلا من الدالة دي كوبي وأحطها هنا بيست باسم فانك 3؟ عايزك بس تاخد على الكود يعني فانكشن 3، اشغل كده. ها حصل حاجه؟ لا ما حصلش حاجه. طب انادي عليها. بص بحاول انوع لك في الافكار. فانك 3 وادي قوسين وادي سيمي كولون، شغل كده. شغاله؟ اه شغاله خلاص. فعايزك تركز معايا، الله يبارك لك. خلاص ده نوع اللي هو داله فويد بتشتغل وخلاص. النوع الثاني من الدوال هو داله بترجع وبترد عليك بحاجه. يعني ايه بترد عليك بحاجه؟ يعني انا مش هقول لها فويد بقى، خد بالك. بص انا مش هقول للداله دي انت فويد، لا. بص هعمل ايه؟ هقول للداله دي انت انت. يعني ايه انت انت؟ هسميها فانك 4 وقوسين وادي البلوك اوف كود وجوه الشغل هنا. اما اجي اقول لها هنا انت، ده معناه ايه؟ معناته يا داله انت لابد انك ترجعي لي انتجر في النهايه، يعني تردي عليا برقم. لابد انك ترجعي لي ايه؟ رقم. خدت بالك ازاي؟ لازم ترجعي لي رقم، فاهمني؟ حلو قوي. يعني لو انا جيت هنا، لو انا شغلت من غير ما اعمل حاجه اشتغل صح؟ طب ماشي، خليني جيت هنا ورحت ناديه عليه فانك 4 وقوسين وسيمي كول، تمام، ورحت جاي مشغل، تمام لغايه هنا مفيش مشكلة. ولكن هنا أي دالة تعملها انت أو أي نوع غير الانت، ما هو أنت مش لازم هنا تحط انت، أنت ممكن تحط دبل، ممكن تحط أي حاجة أنت عايزها. المهم أي حاجة هتحطها هنا تلتزم إنك ترجعها هنا. ترجعها إزاي؟ بريتيرن. ريتيرن مسافة ترجع الانتجر اللي أنت عايزه. تعمل عمليات قبلها. يعني أنا مثلا عملت ريتيرن 5 وعملت سيمي كولون، خلاص عملت ريتيرن 5 وعملت ايه؟ سيمي كولون. اجي هنا اجي اقول له بعد الريتيرن اقول له برنت اف، برنت اف مثلا هلو، خد بالك ده كده غلط، ما ينفعش تعمله، فاهمني؟ طيب انا هقول لك على حاجه، مش انا ندهت عليها هنا؟ اه. طب هي ما طبعتش ليها اللو؟ ما سالتش نفسك؟ بص ما طبعتش هلو الاخيره، طبعت هلو فانكشن 1 و2 و3 وما طبعتش هلو بتاعت ليه؟ ما سالتش نفسك؟ لان ما ينفعش تحط حاجه بعد الريتيرن. عارف الريتيرن دي بتعمل ايه؟ ريتيرن يعني اخرج من الدال، رجع ده واخرج. الريتيرن ده يعني اخرج. طب لو انا شلت الخمسه ورحت شغلت كده، بص ما طبعتهاش. طب لو انا شلت الريتيرن دي وشغلت طبعتها، خدت بالك؟ طب لو رجعت الريتيرن تاني وشغلت، خد بالك ما طبعتهاش. يعني خد بالك الريتيرن هي اللي حجباها، يعني مش ريتيرن 5 ولا ريتيرن 0 ولا ريتيرن اي، لا ده الريتيرن لوحدها اصلا لو كتبتها في اي داله بتخرج من الداله، زي بريك فين في الفور والوايل وكده، فاهمني؟ يعني ريتيرن لازم تفهم الكلام ده، ريتيرن بتخرج خلاص. فانت ما تكتبش حاجه بعدها، ما تكتبش حاجه بعد الريتيرن ابدا، عود نفسك على كده. الريتيرن ما يتكتبش بعدها حاجه، شغلك يكون قبل الريتيرن. طب لو انا جيت بقى خليني خدت الهلو دي ورحت كاتبها، يعني خدت هلو ايه؟ هلو فانكشن 4 وباك سلاش ان، لو انا خدتها وكتبتها قبل الريتيرن هتتنفذ اهو، قبل الريتيرن هتتنفذ معاك كده. ايوه خد بالك شغلك قبل الريتيرن خلاص. يبقى دي داله ايه؟ بترجع قيمه. يعني ايه بترجع بقى قيمه؟ يعني بص نفترض ان انا جيت ورحت عامل كده مثلا، عرفت متغير في المين هنا انت سميته اي، وقلت ده بيساوي داله اسمها فانك 1 1 وقوسين وسيمي كولون، ينفع؟ ما ينفعش. خدت بالك؟ بص مش قابل ليه؟ لان انت اصلا عامل الداله دي فويد وعايز تحطها في متغير انت. ازاي يعني؟
تيجي واحد بقى يقول لي خلاص انا هعملها فويد. خلاص يا عم براحتك، ايه الفويد يعني، عايز ايه؟ لا مفيش الكلام ده. لكن لو انا جيت قلت له فانك فور هيقبل، لان فانك فور بترجع انت، فمتناسب ومتوافق مع المتغير اي اللي هو من النوع انت. فبالتالي المتغير اي بعد لما يستدعي هذه الداله ويتم وضعها بداخله، هو ما بيحطش الداله يعني، ما بياخدش الداله كلها يحطها، لا هو بياخد اخر ريتيرن اتعمل او الريتيرن اللي تم عمله يعني، ويعمل ايه؟ ويديهوله. خدت بالك؟ بس فانت لو طبعت دلوقت الاي، اعمل برنت اف وقول لي هنا ايه، اي بتساوي رقم هبعته لك، وانزل سطر. حلو كده، وادي الاي شغل بقى كده. ثواني، احنا عشان قلنا قبل كده احنا نلتزم بتعريف المتغيرات، خد الاي دي عرفها فوق. بص شيل ده كده، انت اي شغل اهي، اي بتساوي 5. يبقى هو عمل ايه؟ خد القيمة اللي راجعة من الدالة وحطها فين؟ في المتغير. طب ينفع انا اخلي المتغير ده اتشار؟ خد بالك لو خليته اتشار مش هيعترض معاك، عارف ليه؟ لان الاتشار، ما احنا قلناها الاتشار زي الانت، فاهم يعني، بس هي السعه بتاعتها اقل شويه. خدت بالك؟ فانت تاخد بالك ان في انواع ايه هتلاقيها متوافقه مع بعضيها يعني. كذلك انت ممكن تعرف داله دبل، داله بترجع دبل، داله بترجع اللي انت عايزه بقى، فاهم الفكره ازاي؟ يعني دي كده داله بترجع قيمه، تمام. طب هل ينفع اخلي الداله ترجع حرف؟ ايه المشكله، حرف حقيقي عادي اهو. تعال هنا واعمل شار، اي شار فانك 5، بترجع ايه دي؟ بترجع حرف. نفترض انك انت عايزها ترجع حرف وخلاص، على كده مفيش اي مشكله خالص. تعمل ريتيرن، ده فور تيست، كل ده ايه عشان نجرب بيه. ريتيرن حرف الايه، سيمي كول كده، دي هترجع حرف، فتقوم تيجي انت تستخدمها بعد كده. تعالى هنا عرف لي شار سي، ماشي، وادي ايه، سيمي كولون. وبعدين تيجي هنا تروح عامل ازاي اهو، تنده على السي دي تقول لها انت بتساوي الفانك 5، وادي قوسين وسيمي كولون. وتيجي بعد كده تطبعها عشان تشوف، برنت اف، اطبعي حرف او اطبعي ايه، السي بيساوي حرف هبعتهولك اللي هو السي، وادي سيمي كولون. شغل كده اهو، بص طبعها اهي تحت، سي بتساوي ايه. عايز تعمل باك سلاش ان ينزل سطر، مفيش مشكله خلاص. طب ينفع اعمل داله بترجع نص؟ يجي يقول لك طب نص، طب نص ده مختلف. طب جرب، هو تشار، بس اتشار ازاي يعني؟ هقول له مثلا ارجع اتشار مصفوفه فانك 6 هنا في السي، هتقول لك لا، لغه السي هتقول لك لا، واخد بالك ازاي؟ لغه السي هتقول لك لا، مش هتقبل اصلا. طب اتشار ايه يعني؟ كده يعني خانتين مش راضيه. اما اعمل ايه؟ اعمل اتشار بوينتر، تقبل منك اتشار بوينتر، لما تديها اتشار بوينتر تقبل منك. خدت بالك ازاي؟ فتقوم تعمل هنا ريتيرن قيمة نصية عادي جدا اهو، هلو فانكشن ست بالمنظر ده كده، وادي سيمي كولون، رجع نص. انا كده عملت ايه؟ رجعت نص عادي خالص. وتقوم تيجي هنا اهو، تعمل ايه؟ اعمل لي المتغير فوق الاول، هتعمل متغير عادي خالص اهو، هتعمل متغير تشار. طب هتعمله هنا تشار برضو ايه؟ بوينتر، سميه اس تي ار. وتعالى هنا بقى كده انده على الاس تي ار ده، قول انت بتساوي الفانك 6 وقوسين فاضيين وسيمي كولون، يقوم يقبل منك، لان كده كده الفانك 6 بترجع ايه؟ تشار بوينتر، فقبلها منك لان انت معرف ده تشار بوينتر. فتقوم تيجي بعد كده تعمل برنت اف، وتروح طابع هنا ايه، تقول انا هبعت لك نص اطبعه، او ليه؟
ما تحط له على طول الاس تي ار، ما هي اصلا البرنت اف بتحط لها الفورمات نص، فانت لو بعت له انا الاس تي ار هيعمله لك على طول، وممكن ترجع معاه الايه الباك سلاش ان كمان براحتك. تعال بقى هنا شغل كده بعد الكود ده، شغل اهو، قال لك هلو فانكشن ايه ست، بفضل الله ما فيش اي مشكله. خدت بالك؟ قصه تانية، حاجه جميله جدا بفضل الله. خلاص ده كده احنا اتعرفنا على نوع تاني من الدوال. كده بقى انت تفهم الفويد قوي كده، انت المفروض لغايه هنا الفويد دي خلاص انت كده فهمتها. الفويد عكس الداله اللي بترجع قيمه، يعني الداله دي بترجع انت، الداله دي بترجع تشار، الداله دي بترجع تشار بوينتر، بترجع اللي بترجعه. الداله اللي بترجع نوع عكس الداله اللي فويد. يعني ايه فويد؟ فويد من الاخر كده يعني ما بيترجعش حاجه، اهو افهمها بقى كده. انت حان الوقت انك انت تفهم الفويد. فويد معناها انها داله ما بترجعش حاجه، حاجه ما خلاص اشتغل وبس، فويد. خدت بالك؟ لكنها بتعبر عن ولا حاجه يعني. خلاص عرفت كده الفويد. خلاص طبعا بقى ايه حاجه بقى عايز اقول لك عليها، سواء انت عملت داله فويد او عملت داله بترجع قيمه، في حاجة جميلة جدا 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 وبتوفر عليك حاجات كتيرة، وهي استلام بارامترز او بيسموها وسائط يعني جوه الدالة. يعني تيجي تنفذ الدالة تخلي المستخدم اللي تخلي المبرمج اللي هيستخدم الدالة، المبرمج يعني انا هنا كمبرمج بستخدم الدالة اهو في المين، وانا بستخدم الدالة في المين ابعت لها في الاقواس دي حاجات يتم التنفيذ عليها. خدت بالك ازاي؟ خد بالك بقى، سواء بقى فويد او بترجع او ما بترجعش او بتعمل كذا باي حاجه بقى. يعني مثلا انا هنا هعمل فويد، فويد عادي خالص، هعمل داله اسمها سي هالو 1. سي هالو ايه؟ 1. السي هالو 1 دي بتستقبل منك اسمك. طب وانا هشيل اسمك ازاي؟ بص خد بالك، خد بالك من حاجه هنا، لما بتيجي تستقبل متغير اكنك بتعرف متغير. يعني مثلا لو انا عايز استقبل منك رقم هعمل انت نمبر كده، الداله دي مش هتتنفذ الا لما انت تستخدمها وتحط رقم جوه الاقواس. طب لو انا عايز استلم منك اسمك، لو انا عايز استلم منك اسمك، طب هقول لك على حاجه، تعال نبسط قبل هلو 1. تعال بدل سي هلو 1 دي بص اعمل لك ايه، هعمل لك برنت نمبر. ايه رايك؟ بص ببساطه مفيش ابسط من كده. داله بتديها رقم تطبعه لك يعني داله ملهاش لازمه، انا عارف، بس احنا بنتعلم يا جماعه، بنتعلم. شفت البساطه؟ لازم تتعلم الاصل والاساس بفضل الله. خلاص برنت نمبر، خد الرقم ده اطبعه بس، ادي الداله. هتعمل ايه الداله دي؟ انت بقى هتستخدم النم دي جوه الداله. خلاص يعني ما تجيش تستخدمه بره، لا هو هيبقى جوه الداله بس، معروف لجوه الداله وفقط. خدت بالك ازاي؟ يعني انا هاجي هنا دلوقتي وهعمل ايه؟ اجي اقول له بقى ايه؟ هقول له بص دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز كل اللي انا هعمله برنت اف، هديك رقم تطبعه لي اهو، نمبر بيساوي، وخد الرقم ده احطه هنا وبعد كده انزل سطر. ادي الداله، فين الرقم؟ اهو اللي هو النم اللي هو هيبعته وهو بيستخدم الداله. يعني بص لو انا جيت هنا وحبيت استخدم الداله دي كده زي ما استخدمت الفانك 1 و2 و3 و4 وكده و5، كل ده استخدمته بقوسين فاضيين. لو انا حبيت استخدم برنت نمبر دي وقوسين فاضيين وسيمي كولون، مش هيقبل مني، مش هينفع، ايرور، مش هيشتغل، ايرور، ما ينفعش. ليه؟ لان هو مستني منك تحط له هنا رقم، انت اجبرته ان هو يحط هنا ايه؟ رقم. خلاص وادي ايه؟ رقم 7. تعالى شغل. اشتغلت اهي بفضل الله زي الفل. خدت بالك؟ يبقى دي داله ايه؟ بتستقبل وسائط. هنا الداله دي استقبلت كام وسيط؟ استقبلت وسيط واحد. طب لو انا عايز اخليها بعد المين؟ هتعمل نفس الطريقه ولكن تحتفظ ببنائها. يعني ايه؟ يعني بص انا ممكن اخد ده تعريف الداله اهو، ماشي؟ انا هاخد الداله دي كوبي كوبي كنترول سي، ماشي؟ وهاجي لغايه هنا كده بالمنظر ده كده، انا ايه؟ جهزت الداله. واجي تحت المين اهو، تحت المين
بالمنظر ده، احطها كده واشغل. هيشتغل معاك؟ اه اشتغل معاك، مفيش اي مشكله. بس خدت بالك البناء عامل ازاي؟ خد بالك ما ينفعش البناء يختلف، يعني ما ينفعش مثلا تيجي هنا وتروح شايل ده كده بمزاجك وتشغل، في مشكله على فكره يعني. بس نصيحه مني ليك، بلاش الحركه دي، يعني حتى لو لقيت الكومبايلر بتاعك اتاحها ليك زي ما عامل معايا دلوقتي كده، هو اتاحها هنا ليك، بس نصيحه مني ليك بلاش. نصيحه مني ليك، خلي بناء الدالة بتاعتك زي ما هتعمله فوق زي ما هتعمله صح، نصيحة مني ليك. حتى لو الكومبايلر عدها لك ما تعملش كده، خد بالك انا بنصحك. في حاجات الكومبايلر هيقف لك فيها، يعني نفترض ان دي فويد تحت وانت خليتها هنا انت ورحت مشغل، الكومبايلر مش هيوافق، لكن هو وافق لك على التانية على اساس ان انت ايه ما كنتش فاكر هتحط ايه ورحت حاطه تحت، مفيش مشكلة. لكن برضو انا بنصحك ان بلاش، خدت بالك؟ لازم فوق فويد يبقى تحت فويد، فوق تحط بارامترز، تحت برضه حط الايه؟ نصيحة مني ليك، حتى لو الكومبايلر ايه عدها لك، خليك بالقواعد الأحسن، ماشي كده؟ إلا بقى في الضرورة القصوى يعني، وساعتها ممكن تلاقي كومبايلرات وقفت معاك، فاخد بالك. فالأفضل تخليك في الايه؟ في السليم. المهم، تعالى بقى نعمل دالة تانية، ماشي؟ فويد نسميها سي هلو 1. وادي قوسين، وادي البلوك بتاع الداله. الداله دي انا عايز استلم منك اتشار بوينتر عباره عن النيم بتاعك، اسمك، اتشار بوينتر عشان يقبل منك ان انت تبعت له نص. نص يقبل منك تبعت له مين؟ نص. فروحت انا هعمل ايه بقى؟ هرحب بيك، خدت بالك؟ هرحب بيك، هقول لك ايه؟ ادي يا عمي ايه؟ برنت اف، هقول لك هنا ايه؟ اكتب كلمة هلو وخد مسافة، وبعد كده احط النص اللي انا هحطه لك هنا، واعمل ايه؟ نزول سطر. وادي النص اهو اللي هو هيبعته اللي هو النيم، وادي سيمي كود. بس تقوم تيجي انت بقى هنا تستخدم الدالة دي، تيجي هنا تقول له ايه؟ سي هلو 1، وتروح حاطط مثلا ايه؟ اسم احمد، وادي سيمي كول. تيجي بعد كده بص بقى، خد بالك، شغل الاول نجرب اهو، قال لك هلو احمد. هنا بقى الدوال دي حلاوتها في ايه بقى؟ وجمالها وروعتها، من روائعها يعني، انك انت عادي بقى انت استخدمتها مره مع احمد، ممكن تستخدمها تاني مع اسم مختلف، وتالت ورابع وخامس اهو، عادل، واخد بالك ازاي؟ عمرو، وهكذا. شوف انا هرحب بتلاته مره واحده. فشوف انت بقى لو حبيت تعمل يعني بتوفر لك في الكود الدوال. طبعا ده بالتبسيط، ده بقى مع المستويات الشغل بقى، لا بتلاقي حاجة تانية بقى، بتلاقي بقى شغل عالي جدا، توفير في الكود هائل. شغل كده اهو، انت رحبت بالتلاتة مرة واحدة. يجي واحد تاني بقى يقولك لا بص بص بقى، انا عندي فكرة تانية، عايز الدالة دي تعمل ايه؟ بدل ما هي تكون فويد، لا تبعت لي ايه؟ الترحيب، وانا اطبعه بمزاجي. يعني ايه؟ قلنا هعمل ايه؟ ترجع تشار بوينتر واسميها سي هلو 2، وهنا هستقبل منك الاسم عادي خالص، تشار بوينتر نيم. وهاجي هنا هعمل ايه؟ مش هعمل بقى برنت اف، انا مش هطبع، انا هنا مش هطبع، انا هنا هعمل ريتيرن على طول لايه؟ للحاجه اللي انت عايز تطبعها، خدت بالك؟ طب يعني هل ينفع اجي اعمل كده؟ اقول له ايه؟ اقول له طب خلاص اكتب هلو مسافه، وبعد كده خد مسافه واحط هنا النيم وسيمي كولون كده. بص امال اعمل ايه؟ اطلع فوق بقى، خدت بالك؟ واعمل ايه؟ اعمل هاش انكلود للايه؟ للسترنج دوت اتش، واقفل كده. تعالى تحت، ارجع تاني للدالة. لو انا جيت رحت عامل كده، بص تعالى نجرب، تعالى نجرب واحدة 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 واحدة. لو انا جيت ورحت عامل ازاي؟ قلت له اس تي ار كات، اس تي ار كات، واخد بالك؟ ورحت فاتح القوس كده، ورحت حاطط الايه؟ الهلو وكوما، ورحت حاطط النيم، ورحت قافل القوس، هل هيقبل؟ يعني هل كده؟ هل الاس تي ار كات دي هتحتفي بالغلط؟ تعال نجرب، تعال ايه ننزل تحت كده ونيجي هنا كده
وراح اعمل ايه بقى؟ هعمل اعمل المتغير فوق الاول، اعمل تشار مصفوف تشار بوينتر وقول له ايه؟ قول له هلو 1 ماشي كده سيمي كولن او سميها هلو خلاص، نعمل واحده بس هلو ماشي. وتعالى هنا قول لي ايه؟ قول لي الهلو ده بيساوي الداله اللي اسمها سي هلو 2، وخد اسم وليكن مثلا ياسر، وادي ايه؟ سيمي كولون. كده الهلو دي هتاخد القيمه. اطبع انا بقى الهلو دي برنت اف وخد الهلو بس سيمي كولون. تعال نجرب بقى الكلام ده، بس تعالى ايه ماشي تعال نجرب. فين هي؟ خد الهلو ماشي، او تعالى ايه اعمل لي فورمات هنا قول له خد النص اللي هيجي لك دون وانزل سطر. تعالى بقى شغل كده، ها وريني بقى فين المشكله. بريك، اقفل الكلام ده كده واقفل كل ده. تعالى وريني مالها الاس تي ار ايه؟ الاس تي ار كات. بص بقى باختصار كده عشان ما تدوخش نفسك وعلشان ما تكلمش معاك كتير كلام ممكن يعني ما نتفهموش دلوقتي. باختصار كده اللي حاصل ده كده ما ينفعش يحصل، اللي انا عامله هنا ده كده ما ينفعش يحصل. الله، هتقول لي طب احنا عايزين نعمله، هقول لك لا اصبر بقى. ليه؟ علشان انت تبقى متمكن في حته زي كده تحديدا. خد بالك انا دلوقتي بقى مش بتعامل مع متغير نوعه انت وببعته للداله ومش، لا هنا عامل بوينتر، والبوينتر ده قصه. ايوه فهمناها، عارف عارف، بس في قصص تانية احنا لسه ما شرحناهاش، لسه مش دلوقتي. في حاجه متقدمه جدا في لغه السي وبتديك قوه رهيبه، بس التعامل معاها لازم يكون بحذر ولازم تتشرح وتاخد حقها، وهي الميموري مانجمنت، اداره الذاكره. لان معلومه سريعه كده هقولها لك، مثلا انت عندك متغير زي ده، المتغير ده جوه الداله، بمجرد انت ما تنادي على الداله والداله تنتهي اصلا هو بيخرج من الاستاك. فلازم تحترس من حاجه زي كده، حاجه زي كده يتم تاجيلها، تؤجل ماشي. دي مش زي اللي عملناها فوق، اللي عملناها فوق حاجه ثبتها وبعتها وخلاص وخلصنا، لكن دي قصة تانية. انت هنا بتتعامل مع كذا متغير، فاهم الفكرة ازاي؟ فهنا ده ايه؟ اعتبره موضوع تشويقي انك انت تبقى حريص بفضل الله انك تذاكر كويس وتتعلم كويس، عشان لما نوصل للميموري مانجمنت او ادارة الذاكرة تبقى انت عندك امكانيات قوية تؤهلك انك تفهم الموضوع وتعرف ان هو بيديك حاجة جميلة جدا، بيديك تحكم كبير، بيديك امكانيات كتيره، بيظبط معاك في حاجات كتير جدا. فانت عمرك ما هتفهم الكلام ده غير لما توصل له ان شاء الله. فالكلام ده هيتم ايه؟ هيتم تاجيله. طبعا انت ممكن تبعت بقى اكتر من بارامتر للداله، يعني ممكن اجي هنا مثلا واروح جاي اعمل ايه؟ اعمل مثلا void ماشي؟ void مثلا اعمل لي some 3 numbers مثلا، سم 3 ايه نمبرز، واجي هنا عادي جدا هقول له ابعت لي نمبر 1 كوما وابعت لي انت نمبر 2 كوما وابعت لي انت نمبر 3، واروح جاي هنا ماشي. وممكن ما تخليهاش فويد، يعني ممكن تخليها ريتيرن او تطبع، يعني انت براحتك ريتيرن تطبع فويد وتطبع، اعمل انت عايزه ماشي. وادي ايه؟ وادي الاقواس بتاعتها اهي. تيجي هنا هعمل ايه؟ انا هعمل جوه الداله انت ار ريزلت ده ايه؟ بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر 1 زائد النمبر 2 زائد النمبر 3 ماشي كده. وادي ايه؟ سيمي كولون. بعد كده هعمل print if
اقول له ايه؟ اطبع، اقول له السم از نقطتين كده، وادي رقم اهو هبعته لك اللي هو ايه؟ اللي هو الار ده الريزلت، وادي سيمي كولون. تمام، يعني انا اقدر ابعت بارامترز كتيره بمزاجي، 1 2 3 4 5 كذا بارامتر براحتي. اجي بقى هنا ونجرب كده. طبعا دي قلنا ايه؟ هنأجلها خلاص الطريقه دي، مش دلوقتي خالص. طب فضل الله لما تتعلم الميموري مانجمنت هتعمل شغل عالي قوي 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 بفضل الله. تمام، ولسه كمان ان شاء الله لما ندخل في السي بلس بلس لا دنيا تانية بقى. تمام، ان شاء الله باذن الله. بس انت لما هتدخل في سي بلس بلس عايز اطمنكم يعني ان هتبقى مبنيه على السي، يعني اللي انت اتعلمته في السي مش هيضيع عليك، ولو ولذلك لو تلاحظ انا عاملهم لك الاثنين في كورس واحد. المهم فهعمل هنا ايه؟ هنده على سم فري نمبرز، وهدي له هنا مثلا ايه؟ 5 و6 و7. تمام كده، بس شغل بقى كده اهو، طبع لك تحت اهو 18، عايزه ياخد فوق اهو، انزل ايه؟ انزل سطر اهو، اشتغل بقى اهي سم از ايه؟ 18. تمام كده، بس فكده يعني كده بداية مع الدوال عشان تتعلمها. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسة دوسة اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الأكاديمية www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.